مرحبا، كنا منعرف قوة وتأثير الموسيقى بالأجيال الشابة، مع ستادي تراكس صار فيها تساعدهم يحفظوا ويتذكروا معادلات ويتحضروا ويستعدوا لامتحانات مثل السات والاي سي تي وغيرها، وهيك بتصير الموتسارت افكت بمفهوم جديد. مش بس إذا بتسمع موسيقى بتصير أذكى، ولكن بتصير أنجح بالمدرسة. خليكم معي. البداية كانت مع المؤلف الموسيقي الحائز على جوائز جورج هيموند هيجن، وكان هدفه الوحيد يساعد ابنه المراهق يلي بيعشق الموسيقى يدرس بفعالية أكتر ويتفاعل مع درسه، فقام بتطويع بعض المواد مثل الكيمياء والفيزياء والعلوم لتصير مغنات وتعلق بالذاكرة، والنتيجة كانت تحسن دراماتيكي بأداء ابنه ضمن وقت قصير. ستادي تراكس بعيد صياغة المنهج الدراسي موسيقيا، وفق أكثر من 1300 ملف صوتي أو تراك بيتوزعوا على 45 مادة. أنا اخترت الطالب من الولايات المتحدة، وفيكن تشوفوا أنه بالبيولوجي في 62 أمثولة و55 امتحان ضمن وقت محدد، وفي مادة الكيمستري، English Language Arts، English Language Writing، English Literature، Geography، Math Foundation، Math Level 1، Physics، US History، World History، و Health. Made of cells. We're going to look at animal cells, plant cells, yeast, bacteria, and specialized cells. Most animal cells are things in common. The nucleus contains the genetic material. The cytoplasm for the chemical reaction membrane controls what goes in and out. Most animal cells have things in common. The nucleus contains the genetic material. The cytoplasm for the chemical reaction membrane controls what goes in and out. The mitochondria, where most of the reactions of respiration takes place. أنا نقيت كورس اللي هو البيولوجي عن السيلز، خاصية الفيديو بتحصلوا عليها لما بتنزلوا البريميوم. ستادي تراكس هو من عمر المراهقة أو 13 سنة وما فوق، وبيترتب عليها نسخ مختلفة حسب الامتحانات بالدول مثل بريطانيا، الولايات المتحدة وفرنسا، وهو مجاني لفترة تجريبية، متوفر على الآيفون، آيباد تاتش، آيباد وأندرويد. أثبتت الدراسات أن الموسيقى بتحفز ذاكرتنا على المدى البعيد، وبتأثر على مشاعرنا وبتزيد من تركيزنا. سر نجاح ستادي تراكس هي استعمالها للتواصل عن طريق التعلم بأساليب تجمع بين الكتابة والقراءة، الحركة، الصورة والموسيقى.